اقتصاديا، توقع وزير المالية إبراهيم البدوي أن يسهم صادر الذهب في توفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي وخفض المضاربات في الدولار. وكذلك وقف وزير المالية على مبادرة شركة الفاخر لتصدير الذهب، ونوه وزير المالية إلى أن هذه المبادرة ليست حصريا على شركة الفاخر، وقال إنها خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني. وأوضح مدير إدارة الدين العام والأصول الحكومية بوزارة المالية علاء محي الدين أن هذه الخطوة هي ليست حكرا للشركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة، وأكد أن هناك 40 شركة في مجال تصدير الذهب تقدمت وتم النقاش والتفاوض معها بوضع سياسات واضحة تعين هذه الشركات في تحقيق الغاية المرجوة من صدر الذهب. تمسكت قوى الحرية والتغيير بموقفها الرافض لسياسات رفع الدعم المتضمنة في موازنة العام 2020، وانتقدت بشدة المنهج المتبع في إعداد الموازنة ووصفته بالتقليدي، وأعلنت عن وضع موازنة بديلة لموازنة وزارة المالية. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله عدم وجود دعم للسلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج، وقال إن ما تقوم به الحكومة هو عبارة عن معالجة حسابات لسعر الصرف عند استيراد السلع من الخارج. وأضاف خلف الله في تصريح لباج نيوز أن سياسة تحرير سعر العملة لا تعبر عن تطلعات الثورة ولا تقدم حلولا لمشاكل الاقتصاد، وإنما ستكون نتيجتها مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.